خلينا نروح لموضوع تاني يا شاذلي. وبعد امتحانات الثانويه العامه هيبدا مكتب التنسيق في قبول اوراق المتقدمين للجامعات، وكمان الجامعات الخاصه اعلنت السنه اللي فاتت عن الغاء اختبارات القبول بمعظم الجامعات الخاصه، تقريبا نتكلم على 90% منها. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده بالذات، لانه موضوع فيه تساؤلات كتير من الدكتور محمد حلمي الغر، الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات الخاصه والاهليه. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. يعني تساؤلات في الشارع، هل الجامعات الخاصه السنه دي مش هيكون ليها اختبارات قبول؟ لا حضرتك، احنا اختبارات القبول احنا لغيناها من السنه اللي فاتت، واللي طبق السنه اللي فاتت هيطبق السنه دي. لكن ما زال يوجد اختبار قدرات هيبقى موجود بالنسبه للجامعات اللي لها اتفاقيات دوليه مع جامعات بره بتنص على ان الطلبه لابد ان هم يؤدوا امتحان اللغه الانجليزيه قبل الدخول. وبعض الكليات الفنيه زي الفنون التطبيقيه والفنون الجميله بتحتاج برضه امتحانات قدرات. ده لسه ما زالت قائمه، وفي هذه الحاله الطلبه اللي هيخشوا هذه الجامعه هم الطلبه اللي ادوا امتحان القدرات فقط. طيب ايه الفرق يا دكتور محمد ما بين اختبار القدرات والقبول؟ اختبار القدرات انت بتختبر قدره الطالب في حاجه معينه، مش امتحان قبول لمجرد القبول. دي زي كليات معينه مثلا، زي فنون، خلينا نقول فنون جميله مثلا. زي ما قلت لحضرتك الفنون التطبيقيه والفنون الجميله لها اختبارات قدرات طبعا عشان خاطر الامكانيات الفنيه بالنسبه للطالب. وبعض الكليات بتحب نتيجه انها في اتصال بينها وبين كليات في انجلترا، فلا بد ان الطلبه بتوعهم يبقى على درجه معينه من تعلم اللغه الانجليزيه. طب واحنا موافقين على هذا، ما فيش اي مشكله في ذلك، لان ده بينطبق على عدد محدود من الجامعات. لكن العدد الاكبر من الجامعات او اكثر من 95% من الجامعات ليس لها اختبارات قبول. يعني بنسمع دايما في الجامعات الاهليه بالذات انه في دايما كليات جديده، يعني هل السنه دي في كليات جديده تم استحداثها؟ الكليات حضرتك اللي موجوده في الجامعات الاهليه اللي ان شاء الله هتفتح قريبا باذن الله تعالى، يوجد فيها تخصصات جديده مختلفه، يعني بشكل مختلف، لان احنا هنعتمد في المرحله القادمه على موضوع البرامج الدراسيه وليس الكليات الدراسيه. الطالب بيختار مجموعه من البرامج عشان يقدر يعني ينجح في تخصص ما، وده يعتبر شيء جديد بيساير الترند العالمي اللي موجود دلوقتي، ان الدراسه هي دراسه برمجيه اكثر ما هي دراسه مؤسسيه على مستوى الكليه. طيب دكتور، اذا كنا هنستحدث اقسام جديده، على اي اساس بنختار هذه التخصصات الجديده؟ هي اللي بيربطنا بيها هي حاجه السوق. يعني طبعا السوق في حاجه الى التخصصات الجديده، لان التخصصات القديمه اصبح يوجد فيها قدر من الفائض في الخريجين في هذه المرحلة، ودول طبعا بيبقوا مشكلة في سوق العمل، ولا بد ان يتعمل لهم دراسة بينية علشان يخاطر يغير التخصص بتاعه بتخصص اخر يسير مع سوق العمل. لكن التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الى الطاقة الجديدة والزراعات الصحراوية، عظيم، كل الحاجات دي وهندسة المياه، كل هذا الكلام أصبح من الحاجات اللي عليها دلوقتي طلب في السوق المصري، سواء كنا في مصر أو في المنطقة المحيطة بينا، فلا بد إن احنا نساير هذا بهذه التخصصات. طب أنا عايزة أفهم من حضرتك نقطة، دلوقتي في طلبة بتروح تقدم في جامعات خاصة يقولوا لهم مجموعكم مش كفاية مثلا، مع إن هم معروف إن الجامعات الخاصة ليها يعني معرفش، يعني هل هم مثلا ليهم درجات معينة بيقبلوا منها لكليات معينة، ولا كل جامعة وليها القانون بتاعها الخاص بيها؟ لا يا فندم، مفيش حاجة اسمها كده. حضرتك طبعا احنا في الوقت الحالي احنا بنقبل الطلبة من حاملي الشهادات المعادلة سواء العربية أو الأجنبية، وهذه الشهادات تم تحديد حدود دنيا للقبول فيها لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن قبول طلبة أقل من الحد الأدنى في هذا. لكن بالنسبة للثانوية العامة وهي تمثل العدد الأكبر من الطلبة، لأن الشهادات المعادلة اللي احنا بنقبلهم من الطلبة لا يزيد تقريبا عن 25% من الطلبة المقبولين، لكن 75% بيكونوا من طلاب الثانوية العامة، دول لسه لم يتم تحديد الحدود الدنيا لهم للتقدم، لأن احنا لسه في انتظار نتيجة الثانوية العامة وتوزيع الطلبة
على الشرائح المختلفة في الثانوية العامة عشان نعرف الطلبة موجودين بكثرة في أي شريحة من المجموع عشان نقدر نحدد في هذا الحدود الدنيا. فإلى الآن لا يوجد أي حدود دنيا تم الإعلان عنها للجامعات الخاصة لطلبة الثانوية العامة، والموجود هو لطلبة الشهادات المعادلة فقط. ما سؤالي للشهادات المعادلة، طب التنسيق بقى للجامعات إمتى يا فندم؟ الجامعات الخاصة هيبتدي من إمتى؟ التنسيق حضرتك بعد طلوع نتيجة الثانوية العامة والانتهاء من المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي. وغالبا احنا متوقعين ان الكلام ده يبتدي غالبا على منتصف شهر اغسطس. منتصف اغسطس. عظيم. بعد ما يتم الاعلان عن الحدود الدنيا المتداول الان من ارقام في الحدود الدنيا للجامعات الخاصه ليس له اساس من الصحه على الاطلاق ولن يتم اقراره الى الان خالص. عظيم. طيب كنت عايز اسال حضرتك عن الاقبال من الوافدين للدراسه في الجامعات الخاصه، عامل ايه السنه دي؟ الدراسة عن الوافدين لا بأس بها في بعض الجامعات. بعض الجامعات عليها إقبال من بعض الطلبة الأجانب، احنا بنحاول ان احنا عشان نقدر نكتسب جزء من الوافدين لابد ان تكون مصروفاتنا متناسبة مع ما حولنا من الأسواق. مظبوط. احنا بينافسنا في سوق الوافدين بلاد حوالينا كثيرة أهمها الأردن وتركيا. واحنا لابد ان احنا نكون ماشيين متناسقين مع الاردن وتركيا لان الطلبه بتحب اولا مستوى التعليم عندهم مستوى جيد، فالطالب يا اما يجي عندك يا اما يروح الاردن يا اما يروح تركيا يا اما يروح تركيا. وفي هذه الحاله احنا بنحاول نجذبه عندنا خصوصا بتوع البلاد العربيه نتيجه الثقافه المتماثله واللغه المتماثله والتسامح اللي موجود في داخل الدوله، ونحن نحاول ننزل في المصروفات شويه علشان نكتسب هذا. واحنا بنشجع الجامعات الخاصه انها تاخد الطلبه الوافدين فوق العدد اللي احنا بنحدده لهم من الطلبه المصريين، بحيث ان احنا نشجعهم ان هم يسعوا ويسوقوا لانفسهم في هذه البلاد عشان يكتسبوا هؤلاء الطلبه. طب لو بنتكلم بقى على الإقبال على الكليات الجديدة في الجامعات الأهلية، يعني لو في عندنا تصور كده للسنة الجاية هيبقى عامل إزاي لو في؟ لا احنا حضرتك احنا عندنا امل كبير ان احنا نزيد من الطلبه اللي هم ملتحقين بالجامعات الخاصه والجامعات الاهليه هذا العام عن العام الماضي. احنا السنه اللي فاتت قابلنا على مستوى كل الجامعات الخاصه والاهليه تقريبا حوالي 45,000 طالب. احنا املنا السنه دي ان احنا نزيد عن 60,000 طالب، 65,000 طالب تقريبا، وعندنا من الاماكن المتاحه اللي ممكن تستوعب اكثر من هذا، ونامل في العام الذي يليه ان احنا نزداد اكثر بحيث ان احنا نصل في النهايه ان مجموع الطلبه اللي موجودين في الجامعات الخاصه اللي بيمثلوا تقريبا دلوقتي 7% من توتال الطلبه اللي موجودين في التعليم الجامعي ان هم يزدادوا تدريجيا الى 10% في 15% الى ان نصل تقريبا الى 25% من الطلبه في التعليم الخاص على مدى العشر سنوات القادمه. اتمنى طبعا من حضرتك يا فندم او من منظومه كلها ان انتوا يمكن يبقى في تعريف اكتر للطلبه اللي في المدارس اللي لسه مش عارفين قوي عن الجامعات الاهليه والكليات الجديده دي، نعرفهم اكتر بيها وعن دورها في سوق العمل ليهم في المستقبل. يعني احنا بنشكركم جدا دكتور محمد حلمي الغر الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات الخاصه والاهليه.